باش نعرفوا الوجوه ديالنا هذا الاجواء المدينة مدينة سليمان مدينة مسقط الرأس ومسقط القلب أيضا. كنتمنى أن الناس في سليمان يكون دائما مستوى التطلعات المنتظرة منهم على مستوى الدفاع عن الحرية خصوصا حرية التعبير. نضيف هذه المناسبة سعيدة جلس مع الإفراج بعد إكمال العقوبة التي نعتبرها في نظر لمدة سنة من الاعتقال. جيت هذه المناسبة باش نجدد الشكر ديالي للناس اللي ساندوني وساندوا القضية ديال حرية التعبير في المغرب ابتداء من الناس ديال مدينة سليمان، الجمعيات الحقوقية، الفعاليات الثقافية والفعاليات الحزبية السياسية والمواطنين العاديين أيضا اللي تبدوا مشقة المجيء إلى المحاكم لمتابعة أطوار المحكمة واللي داروا مسيرات تضامنية في الشارع هنا في مدينة سليمان ولا في أماكن أخرى. أنا ممتن كثيرا لهذا الدعم ولهذه المساندة. أيضا أنا أشكر بهذه المناسبة لجنة الدعم لجنة الدعم المكونة من جميع الألوان الطيب السياسي والتي كان على رأسها المناضل أيتي الدرب. نشكره الشكر الجزيل على كل الجهود اللي قام بها والإخوان كاملين اللي معاه لا سي محمد الشنوسي ولا سي ويحمان ولا الشرقاوي ولا جميع الإخوان اللي كانوا سند في هذه المحنة. أيضا أشكر لجنة المساندة ولجنة الدفاع أيضا بالأساتذة ديالها كلهم وعلى رأسهم منسق لجنة الدفاع السلسفين وباقي المئات من الأساتذة المحامين الذين تنصبوا تطوعا وجاءوا من جميع مدن المغرب للدفاع عن حق التعبير. كل ما أريد أن أقوله بجانب الشكر العميم لهذا اللقاء الجماهيري الساخن والحار وفي الحقيقة الأخوي الذي يعجز اللسان على وصف التأثير دياله في شخصيا. أريد أتمنى أن أكون آخر صحفي في المغرب يحاكم بسبب كتابتي بالقانون الجنائي. نريد أن يكون لنا قانون صحافة نتحاكم إليه كصحفيين لا كمجرمين. أتمنى أن أكون آخر صحفي يحاكم بسبب مقالاته بالقانون الجنائي. أتمنى أن يكون القانون أن ينص قانون الصحافة الجديد على أن يحاكم الصحفيون على كتاباتهم بقانون الصحافة وليس بقانون الجرائم. هذا هو المطلب الوحيد الذي نطالب به. حريه عداله اجتماعيه كرامه حريه عداله اجتماعيه كرامه حريه عداله اجتماعيه كرامه حريه عداله اجتماعيه. وانا يفوتني بهذا الخصوص ايضا باش نشكروا جميع الزملاء الصحفيين في مختلف المنابر الاعلاميه لا سواء المكتوبه ولا المرئيه ولا المسموعه اللي واكبوا الفترة ديال الاعتقال وواكبوا هذه المحنة تغطية وتتبعا وسؤالا وحاولوا يلقيوا الضوء على مجريات ديال المحاكمة. أنا ممتن لهم أيضا تشكرهم كاملين جميع المنابر اللي تابعت القضية كما أشكر الشباب ديال حركة 20 فبراير أيضا في جميع المدن المغربية اللي كانوا دائما حاملين لافتات اللي فيها الصور ديالي والمدافع على قضية حرية التعبير في المغرب. أعتقد أن حرية التعبير في المغرب الآن أصبحت قضية جوهرية والمطلب الأساسي الأول المطلب الأساسي خصنا نضمنوا لنا حقنا التعبير نتكلموا كل حرية. هذا أول حق ومن بعد حقوق أخرى كلها ممكن تناقشوا فيها ولكن الحق اللي ممكنش تنازلوا عليه والأساسي هو حقنا في التعبير ونتكلموا بكل حرية.